أبنائي الطلبة، أعزائي أولياء الأمور، يطيب لي أن أزف لكم بأن الجامعة الأسترالية في الكويت قد حصلت على تصنيف 5 نجوم من قبل مؤسسة التصنيف العالمية QS، وذلك في المجالات الآتية: المجال الأول في مجال التعليم، وذلك نظراً لأن الجامعة لديها أساليب مبتكرة في التعليم، وثانياً حصلت الجامعة على 5 نجوم في مجال التطوير الأكاديمي لأن الجامعة تعمل بشكل دؤوب على تطوير برامجها لتطوير متطلبات التنمية. كذلك حصلت الجامعة على تصنيف 5 نجوم في مجال التوظيف لأن معظم خريجي الجامعة يستطيعون أن يلتحقوا خلال فترة وجيزة من تخرجهم في القطاعين العام والخاص. كذلك حصلت الجامعة على تصنيف 5 نجوم في البعد الدولي، حيث استثمرت ذلك في توظيف عدد من أعضاء التدريس أصحاب الخبرة الدولية، وأيضا ساهم في اعتماد برامجها من قبل المؤسسات الدولية. كذلك حصلت الجامعة على تصنيف 5 نجوم في الشمولية فيما يتعلق ببرامجها المختلفة، سواء الدبلوم أو البكالوريوس الذي يتبع الدبلوم أو البكالوريوس المباشر، إضافة إلى البرامج التأهيلية الأخرى.